السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانيل. فضلا وليس أمرا، إذا كنتم من الزوار جدد لا تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. على هذا الفيديو إن شاء الله نتائج الانتقاء وبرمجة الاختبار الشفوي عن بعد المدرسة العليا للأساتذة بفاس إنس فاس 2020. راح نستعملوا البوابة الرسمية ديال المدرسة العليا للأساتذة بفاس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. لو كان وجدوا نتائج الانتقاء الأولي لولوج مسالك المدرسة العليا للأساتذة بفاس الأسدوس الأول، لو مين كنقروا على الرابع، لو كنحصلوا على هاد الواجهة. Alors, les candidats doivent respecter la date et l'heure de l'entretien. Et كل مترشح وكل مترشحة عليه احترام التاريخ والساعة ديال الاختبار الشفوي. Alors, aucun candidat ne pourra passer l'entretien en dehors de la session réservée à son groupe. يعني أي مترشح غير مسموح له يجوز الامتحان الشفوي خارج لا سيسيون ديالو، يعني خارج التاريخ وخارج الساعة وخارج أيضا الجوري والرابط ديالو. Alors, chaque candidat doit assurer les outils de la, et la connexion nécessaires pour passer l'entretien en ligne. Alors, كل مترشح خصو يكون ضروري عنده الكونيكسيون الضرورية باش يدوز الامتحان الشفوي عبر الانترنت، يعني عن بعد باستعمال جوجل ميت. وديجا سبق لي حطيت لكم لو غيد ديال ليتيليزاسيون ديال جوجل ميت. Alors, le candidat doit présenter sa carte nationale d'identité face à la caméra. يعني بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية خصو ضروري يبينها للجوري اون فاس ديال لا كاميرا. Alors, le lien de l'entretien sera communiqué un peu avant le début de ce dernier. يعني بالنسبة للرابط ديال الاختبار الشفوي alors غادي يرسلو لكم juste avant le début de ديال الاختبار، يعني قبل بقليل يعني الاختبار الشفوي. Alors, l'ENS de Fès ne sera en aucun cas responsable des déficiences techniques que peut rencontrer le candidat. يعني بالنسبة للمدرسة العليا للأساتذة بفاس، alors غير مسؤولة مثلا عن إذا كان عندك شي مشكل في الكونيكسيون أو مثلا مشكل في الكاميرا أو مشكل في الميكرو ديال مثلا إما ديال الهاتف أو ديال الحاسوب على حسب لوتي اللي كدوز به الامتحان. كاين هنايا فقط المسالك ديال البريمير ديال الابتدائي وديال الفرنسيه. انا غادي يتم الاعلان من بعد على باقي المسالك. انا بالنسبه للبريمير انا كاينه اللائحه. انا لوترونتيان اورا ليو اون لين اترافيغ لابليكاسيون جوجل ميت. لو ليان دو لوترونتيان فو سورا ترونسمي باغ ميل. يعني غادي يصيفط لكم الرابط ديال الامتحان الشفوي عن طريق البريد الالكتروني اللي دخلتم كنتو كديروا التسجيل القبلي والفاليداسيون ايضا. على ليست دي كونديدا سيليكسيوني بور باسي لوتروتيان اورال. على كاين النقطه هنايا ديال السيليكسيون بالنسبه للنقطه ديال الانتقاء، على اعتبروا هي النقطه ديال البكالوريا زائد النقطه ديال اللغه العربيه زائد النقطه ديال الفرنسيه زائد النقطه ديال الرياضيات. على هادو بالنسبه للتعليم الابتدائي. على بالنسبه للمسالك الاخرى على كاين اعتماد نقطه ديال التقاء اخرى. على كنلقاو هنا الرقم ديال ليكزام، الاسم عائلي الاسم الشخصي الرقم ديال المسار. على هنا النوت ديال سيليكسيون على 80 وهنا دات دو لونتروتيان. يعني كاين مثلا الجروب الاول غيبداو من الاثنين 5 اكتوبر مع التاسعه صباحا. يعني بالنسبه للمجموعه الاولى خصهم كلهم يكونوا واجدين مع 9 ديال الصباح ويكونوا ديجا متستين واش عندكم الكونيكسيون كافيه، واش الكاميرا يعني خدامه، زائد واش الميكرو خدام مزيان، لان اي مشكل هما غير مسؤولين عليه. مثلا بالنسبه للجروب الاول مع 9، على الجروب الثاني ايضا مع 9، من بعد كاين الجروب الثالث في يوم الاثنين 5، على كاين لجنه اخرى لجنه رقم 3 مع 9، والجروب الرابع يعني بالنسبه للجنه 4 ايضا مع 9، هذو كلهم يوم الاثنين. على بالنسبه للثلاثاء ايضا مع 9 6 اكتوبر 2020 بالنسبه للجروب الاول. بالنسبه للثلاثاء على الثلاثاء الجروب الثاني، على الثلاثاء الجروب الثالث، الجروب الرابع ايضا مع 9، على بالنسبه للاربعاء الجروب الاول مع 9، على الاربعاء ايضا الجروب الثاني الثالث والجروب الرابع. على بالنسبه للخميس على كاين المجموعه الاولى المجموعه الثانيه المجموعه الثالثه والمجموعه الرابعه يوم الخميس. يوم الجمعه ايضا كاين المجموعه الاولى الثانيه
الثالثة والمجموعة الرابعة. يعني في هذه الحالة كاين 4 ديال المجموعات، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الاربعاء، ويوم الخميس والجمعة. هذا بالنسبة للتعليم الابتدائي. بالنسبة للمسلك ديال اللغة الفرنسية، على نفس الشيء عبر لابليكاسيون ديال الزوم. في هذه الحالة على هنا يا اما جوجل ميت اي لابليكاسيون زوم. الو لو ليان دو لوتروتيان فو سوغا ترونسمي باغ ميل، يعني غادي يرسلو لكم الرابط ديال الاختبار الشفوي عبر البريد الالكتروني. في هذه الحاله اما غيستعملوا لابليكاسيون ديال جوجل ميت اي لابليكاسيون زوم، يعني دو زابليكاسيون في هذه الحاله. على بالنسبه للنقطه ديال الانتقاء، هي النقطه ديال باك زائد النقطه ديال اللغه العربيه على زائد جوج فلانور ديال الفرنسيه. في هذه الحاله بالنسبه للغه الفرنسيه علينا لانه هو التخصص، الوغ في جوج يعني المعامل جوج، على زائد النقطه العربيه المعامل واحد والنقطه ديال الباك معامل واحد. على نفس الشيء كاين الرقم ديال الامتحان، اسم عائلي، الاسم الشخصي، رقم مسار، زائد النقطه على 80. على كاين المجموعه الاولى غيبدا من الاثنين مع التاسعه، المجموعه الثانيه، المجموعة الثالثة في هذه الحالة الاثنين مساء. في هذه الحالة كاين جوج ديال الأفواج، يعني الفوج ديال الصباح كاين المجموعة الأولى والثانية، والفوج ديال المساء الاثنين كاين المجموعة الثالثة، والمجموعة الرابعة أيضا الاثنين. بالنسبة للمجموعة الخامسة يوم الثلاثاء مع تسعود، المجموعة الستة يوم الثلاثاء أيضا مع تسعود، على كاين المجموعة السبعة يوم الثلاثاء مع الثالثة مساء، المجموعة الثمانية الثلاثاء الثالثة مساء. بالنسبه للمجموعه تسعود على غيبدا يوم الاربعاء صباحا مع التاسعه، الاربعاء المجموعه 10 مع التاسعه. بالنسبه للمجموعه 11 يوم الاربعاء مع الثالثه مساء، يعني مجموعه ديال المساء. المجموعه رقم 12 الاربعاء 7 اكتوبر 2020 مع الساعه الثالثه مساء. المجموعه 13 يوم الخميس صباحا مع التاسعه، والمجموعة 14 يوم الخميس مع التاسعة صباحا، والمجموعة 15 يعني هي الأخيرة يوم الخميس 10 أكتوبر مع الساعة الثالثة مساء. هذا بالنسبة للوائح اللي كاينين لحد الآن. يعني كاينين جوج ديال المسالك، كاين المسلك ديال البريمير ديال التعليم الابتدائي، وكاين المسلك ديال اللغة الفرنسية. على بالنسبه للغه الفرنسيه عندكم في هذه الحاله جوج ديال الاستعمال ديال جوج ديال لابليكاسيون، دو زابليكاسيون، كاين جوجل ميت وكاين لابليكاسيون ديال زوم. وبالنسبه للتعليم الابتدائي على في هذه الحاله ديالكم فقط غتستعملوا جوجل ميت. وسبق لي درت الجيد في الديسكريبسيون ديال الفيديو، سبق لي شرحت جوجل ميت بالنسبه للطريقه ديال استعمال. يمكن لكم ترجعوا للفيديوهات السابقه وتاخذوا لو ليان، كاين في الديسكريبسيون في الوصف ديال الفيديوهات السابقه بالنسبه للمدارس الاخرى. خصكم ضروري بالنسبه للمسالك الاخرى اللي مازال ما تم الاعلان عليها، على خصكم ضروري تدخلوا للبوابه، نخلي لكم الرابط بتشوفوا اللوائح زائد البرمجه ديال الاختبار الشفوي بالنسبه للمسالك الاخرى. انا كنتمنى التوفيق للجميع، وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو ديروا اعجاب بالفيديو، اذا كنتم من الزوار جدد ديروا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.